الحين نحط الشبك على الجمر ذا، نحط الرز تحت. هذا القدر غطينا بالصحن اللي فيه الخضار والكبدة ونحطه تحت. الحين نغطيه بالبرميل. بسم الله. طبعا الحين الدفان ما يصل الذراية هذه عشان يدخل الهواء ويجي الاكسجين على الغاز. نخليه على الدفان بس من تحت. يلا نشب. شب عليه نص ساعة يا ابو حزام على نار عالية. وساعة ونص على نار متوسطة. ما شاء الله تبارك الله. الان كمل ساعتين، نص ساعة عالي وساعة ونص مخفضين على النار. ما شاء الله ما شاء الله. وهذه الكشنة. ما شاء الله تبارك الله. شو رز ليش؟ ما شاء الله. الله يا النهري. لا شو الكيكة الذهبية. الله ما شاء الله. ستوب ستوب. فرنلي. يعطيك العافية أبو حزام. الله عطاك شنو يساعد. عجيب الخبزة. اعطي الصامولي. سفري بس. اللهم ادمها نعمة وزدها واحفظها من الزوال. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل